روحك أمانة، البس الكمامة عشان أولادك الصغار، إلزم نفسك بالدار عشان رضا الوالدين، عقم الإيدين عشان أصحابك الحلوين، ابعد عنهم مترين عشان الكل مسؤول، الوقاية أفضل الحلول. اسمع من الحكومة الكلمة لين ما تمر هالأزمة. هذه الرسالة برعاية كنار تي في، صوت العرب من كندا. ويا مساء الخير مشاهدينا الأعزاء، ميلاد مجيد، جوايا نويل، فاليز نافيدات، ميري كريسماس بكل لغات العالم. منحب نعيد عليكم من قناة كنار، أنا وجميع الفريق فريق العمل، وأيضا الليلة زميلتي نهى. يسعد مساكي نهى وكل مساء كل ضيوفنا اللي معانا الليلة. مساء الفل، مساء الفل، اهلا بيكم كلكم معانا النهارده. يا مساء الفل والوردي والياسمين، وانت طيبه والجميع طيبين يا رب. ينعاد عليكم، ينعاد عليكم الجميع اكيد بالصحه والعافيه والبركه، والسنه الجايه تكون يمكن اعيادنا بظروف احسن من هيك بكثير بسبب ازمه الكورونا والتباعد الاجتماعي ان شاء الله. اكيد بنحب نرحب بضيوفنا. حاترك الميكرو لك نهى طبعا، اكيد تفضلي. نحب ممكن أنا كل واحد يعرف نفسه، نبدأ بدكتور منير قاكيش، تفضل. معكم أول شيء وكل عام وانتم بخير، وإن شاء الله أعياد ميلاد سعيدة، وإن شاء الله زي ما حكت إنه السنة الجاية تكون سنة خير علينا كلياتنا وعلى العالم كله، ونخلص من هالوباء اللعين وهالفيروس الألعن، ونعود ونشوف بعضنا ونحضن بعضنا ونبوس بعضنا، وترجع حياتنا الحلوة كما كانت. أنا منير قاكيش، فاميلي دكتور طبعا من الأردن، حاليا مقيم في كندا، طبعا من زمان مقيم في كندا، وولادي ولدهم في كندا، عندي شابين وصبية، حاليا طبعا تقاعدت وبمارس الأعمال خلينا نقول الإعلامية، بعمل برامج باللغة العربية الطبية طبعا على شريط 7.9، وأيضا بالإيطالي كمان على نفس الراديو، وأنا حاليا مدير التلفزيون الإيطالي أو مدير الهيئة الإدارية للتلفزيون الإيطالي تيلي ترينتا في أتوا، ويعني نظل نشيطين، نظل نحرك مخنا شوية، وكيب يعني كيب بزي. Keeping busy. هاي يعني خير وبركة دكتور، أكيد. يعني الإنسان طول ما هو عايش وطول ما هو بيتنفس لازم يكون إنسان دايناميك وينتج وما يتوقف أبداً عن العمل أو عن إنه يكون يعني مصدر إفادة للخير وللجميع للبشرية. أكيد مرحب فيك، أهلا وسهلا. ضيفتنا الثانية كريمة ترزي، سيدة كريمة ترزي، وهي أيضاً receiver of Angel of Mercy Award through NANA. National Association of Arab Nurses. صح did I say that right كريمة؟ وأيضا كريمة مقدسية، هي سيدة مقدسية أيضا، تحتفل بعيد الميلاد في القدس في كل عام، ولكن بسبب أزمة الكورونا في هذه السنة تحتفل الآن في الولايات المتحدة الأمريكية. كريمة يسعد مساك، وعارفين عن نفسك أكثر. مرحبا، هي National American Arab Nurses Association. شكرا. هو بسيط جدا، انا ممرضه وفنانه، وهلا قاعد عند ابني
لأن الكوفيد مش قادرين نرجع على القدس. شو بدنا نقول؟ يعني الحمد لله صحتنا منيحة، وطبعاً الواحد زعلان على كل الأرواح اللي راحوا هالسنة. بس على كل إشي الواحد بيقول الحمد لله إنه لساتنا نقدر نقاوم ونقدر نشتغل مع بعض إيد بإيد، خصوصاً الكادر الصحي والكادر الفني، مشان إن شاء الله من هون للشهر الجاي نقدر نرجع حياتنا الطبيعية. نعم، يا هلا وسهلا. ضيفتنا الثانية ست ريما، تفضلي. أهلا وسهلا فيكي. أهلا فيكي ريما البرني، تفضلي. أنا ريما البرني، سورية مقيمة حاليا في لافال. أنا زوجة وأم لطفل عمره 10 سنين، كاتبة، بحب أعمل هيك نشاطات بسيطة، بحب أطبخ، بحب أرسم، يعني أي شيء بملي فيه وقتي وبكون مفيد، فأنا دائما يعني نشيطة بهي المواضيع. اليوم بحب عايدكم كل عام وانتم بخير، وبلادنا وأحبابنا كلهم بألف خير. إن شاء الله تمر هالأزمة ونطلع منها أقوى إذا الله راد، وأكيد رح نتعلم درس إنه ربنا معنا بكل وقت، وشدة رح تقوينا أكيد. أكيد إن شاء الله. أكيد، أمين يا رب. أستاذ مراد، أستاذ مراد تفضل. مرحبا، مساء الخير، إن شاء الله ينعاد عليكم جميعا بالخير والصحة والسعادة ويزيل عنا الوباء هذا. مراد يوسف حنوش، من مواليد طبرية بفلسطين، والطفولة كلها كانت ببيت لحم والقدس. خريج الفرير، الأخت كريمة بتعرف قيمة الفرير ببيت لحم اللي حاليا تعرف بجامعة بيت لحم، وهنا تلقب بهارفارد فلسطين. نعم. ومن هناك 10 سنوات بالكويت، وثم 15 سنة بنيويورك وميشيغان مع البنوك الأمريكية والبنوك العربية، و18 سنة بالخليج مع بنوك عربية بالخليج، و20 سنة حاليا بكندا مع رويال بانك اوف كندا ومع سان لايف ومع انفسترز جروب، وحاليا مستشار ببيع وشراء واستثمار العقارات والأراضي بمقاطعة كيبك وكل أنحاء كندا بالتعاون مع زملاء تانين وأمريكا كمان. البرامج التطوعية عملتها مع راديو فلسطين وراديو لبنان وسوريا ومصر وكندا انترناشنال، كندا انترناشنال راديو مع الأخ فادي الهاروني، وقريبا مع راديو العراق. متطوع سنة مع سنتر دابوي دي كومينيتي إميغرانت، يساعد المهاجرين اللي جايين لكندا، لأنه كمان من ضمن اختصاصي هو الهجرة لكندا كمستشار، لأنه كندا بدها تجيب 1,200,000 مهاجر كل 3 سنوات لهالبلد العظيم كندا. واختلاطي مش فقط بالجالية، بحاول أنمي فلسطين والأمة العربية كمان مع جمعيات تانية، فأنا عضو بالجمعية الإيرلندية والجمعية البريطانية والسويسرية والتليانية، وهدول كلهم لما بكون باجتماعاتهم يعني بيستغربوا إنه من وين جبنا هالعلم وهالنشاطات، وواحد بصير يحكي على الباك جراوند تبعه بفلسطين إنه خرجت يعني من أعظم الدكاترة ومن أعظم المهندسين والخبراء والمحاسبين اللي هن بنوا الخليج يعني حقيقة. وكمان متطوع مع الأمريكان يونيفرسيتي أوف بيروت كفاندريزر وكفرند يعني أوف الجامعة الأمريكية ببيروت. هذا بنشاط بسيط، ونحكي ليتر أكثر كمان إن شاء الله. يا أهلا وسهلا فيك أستاذ مراد، وأهلا وسهلا بكل ضيوفنا الليلة. رح نحكي عن بس. نعم تفضل. قبل ما هذا أسأل بس سيد مراد، لكم فروع تاني لحنوش في دول تاني؟ لأنه حماتي أنا بيت حنوش من العراق. إلنا قرايب بالسويد وبألمانيا وبسوريا، لأنه
إن كان جدي أو ستي إجوا من ماردين اللي هي آزخ بجنوب تركيا قبل ما يروحوا لسوريا ولا لبنان. وعلى الفيسبوك تبعي في أكثر من 30 من أهل حنوش، وطبعا في بالسويد وبالنرويج وبألمانيا وبأمريكا، وعم بتابعهم وبتلاقيهم كلهم على الفيسبوك تبعي إن شاء الله. نحن العيال العربية يعني إجمال العيال العربية، مثلا أنا عائلتي أنا بالذات يعني عملت لها تريسينج شوي للأصل، طلع الأصل للعيالي أنا من شمال فلسطين، أنا من صفد يعني من قضاء صفد، هو الأصل أرامي، يعني أصل الاسم اللاست نيم تبعي أرامي. فنحن كلنا يعني تخلطنا وتزاوجت الشعوب بين بعضها، حتى فيه قال أنه أصلنا كمان مصري نهى. آه نحن لدينا شرف. ما أقول عندي شافي في شوية تلك يمكن لاحة فرعونية. يسعد مساكم جميعا وميلاد مجيد. يمكن حابين نسأل، أنا زمان ما طليت عليكم، أنا بعتذر من المشاهدين لظروف شخصية، بس حابة الليلة هيك نستهل الحلقة ونحكي شوي، لأنه نحن عم نعيد السنة هاي بعيد، يمكن شوي في تباعد اجتماعي أو ما عم نكون مجتمعين مثل قبل لسلامة الجميع طبعا وسلامتنا. فشو بيفرق العيد هاي السنة هاي عن غير السنين؟ يعني ما نبلش، ما بعرف نها شو رأيك؟ ريما عندها شجرة كريسمس فشكلها جاهزة قوي بالاحتفالات. سمعينا ريما الاحتفالات السنة دي عاملة ازاي معاك؟ الاحتفالات شوي صعبة كونه ما قدرنا نكون مع رفقاتنا وأحبابنا ونعايد ونسهر معهم، بس للحقيقة يعني أنا شايفة جانب مشرق جدا بالعيد بالكورونا، فيه جانب إيجابي لازم ننتبه له. اليوم نحن يعني احتفلنا، صنعنا فرحتنا وفرحة اللي حوالينا بدون مظاهر الزيارات والحفلات وهي الأمور. الشجرة بالبيت أساسية، المغارة هي الأساسية، وفرحتنا مع بعضنا وهدايا لبعضنا، هدول كلهم كانوا حلوين. الأحلى من هيك إنه اليوم نحن شوي يعني فهمنا جوهر حياتنا أكثر، عرفنا شو أولوياتنا، عرفنا قيمة حياتنا. والحلو بالموضوع إنه قدرنا، يمكن ربنا راد إنه نمرق بهي التجربة، بركي من خصص جزء من خلينا نقول مصاريفنا اللي كنا نعمل فيها أشياء ترفيهية وأمور يعني آنية ما بتفيد لبعدين، ممكن نحن نقدمها لأشخاص بعازتها اليوم أكثر. يمكن هذا الوقت درس لنا ودافع لحتى نحس بغيرنا أكثر ونعرف شو العيد بجوهره الحقيقي. ما بعرف نوها، يعني انا همناتي دور للسيدات ودور طبعا يعني سيد عنا دكتور منير، ما بعرف شو بتحب تخبرنا السنه كيف بيفرق العيد عن غير سنين. يعني هو العيد السنه يعني اعطانا درس كبير قديش قيمه الجمعه وقديش قيمه الاسره مجتمعه مع بعض. يعني فقدنا هالشيء، يعني انت حتى في البيت مش قادر تحضن اولادك، انت في البيت يعني مستنفر من كل الناس، بتمشي في الشارع وانت خايف. فما ادراكي هلا ايام العيد هذه اللي يعني الجمعات الحلوه اللي احنا نحرم منها في الواقع، هاي تعطينا درس قديش الحياه مهمه، انه يعني هاي الأيام ما ننساها مشان تزيد أواصل المحبة بناتنا ونطور علاقاتنا ونطور الشغلات اللي إحنا عم نحس هلا كيف عم نخسرها، قديش صعبة إنه أبسط الشغلات إحنا مش قادرين نلتزم فيها. فياريت إنه وندعي إنه ربنا يخلصنا من هالغيمة هذه ونرجع للأيام الحلوة والأعياد الحلوة والسهرات الحلوة مع بعض. يا رب. آمين آمين يا رب. مدام كريمة، الاحتفالات عند حضرتك عاملة ازاي بقى السنة دي بما انك مش في فلسطين؟ الاحتفالات يعني على السكيت، المغارة هي وراي، هاي بعث ليها عمي قبل يمكن 40 سنة ومنحطها كل سنة نمشي فيها من بلد لبلد.
بس هاي السنة في إشي لقيته شوي مخيف. في جماعة عم بيجربوا يفرقوا فينا، يقسموا فينا ويستغلوا الوضع تبع الكورونا هاي السنة. بيانات إنه اتعيدوش على المسيحية، نحن ما إلنا علاقة فيهم. هلأ أنا بعرف في 22 بلد عربي، بس أنا اللي بعرف وبعرف بلدي، أنا بعرف القدس، بعرف بيت لحم، بعرف الطبرية، بعرف حيفا ويافا. الأعياد كنا نعيدها مع بعض، الواحد ما يعرف. فكر كان عمري يمكن 14 سنة لما نعرفت مين مسلم مين مسيحي مين درزي، لأنه لما كان في عيد كنا نعيد على بعض، لما كان في صيام كنا نصوم مع بعض. أنا بتذكر قصة حكالي إياها أبوي، أو حكت لي إياها ستي من القدس، من حارة النصارى، نحنا جنب باب العمود بيتنا كان. لما يكون في صيام إسلامي يعني رمضان، كل أولاد يجوا على دار ستي، فهي طول النهار تطعميهم للصغار. لما يكون في الصيام المسيحي، يروحوا كل الولاد عند الجارة، لأنه بدهم يأكلوا، بدهم يشربوا حليب، يأكلوا بيض جبنة، ونحن منسوم عن هالأشياء. هدول الأشياء يعني أنا عمري ما عرفت مين مسلم مين مسيحي مين درزي. نحن عندنا فوق 11 دين بفلسطين. هلأ في ناس عم بيجربوا يفرقوا فينا، وهذه شغلة، هاي شغلة جد 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 هاي السنة لما صرت أقرأ فيها مؤلمة، لأنه إشي كيف بنقولها بالعربي، ساعديني شوية نسرين، the fabric of our culture، يعني هذا ما يشكل قماشة المجتمع الفلسطيني، هو وحدته وقدرته على التعايش بمختلف انتماءاته الدينية أو معتقداته الدينية. يعني احنا بنعرف بفلسطين في عنا دروز وعنا يهود وعنا مسيحيين وعنا مسلمين وعنا أيضا سامريين وأيضا بهائيين، نعم وبهائيين، ففي تعدد ديني في فلسطين، وهذا ما يجعل فلسطين بلد جميل وقادر على التعايش مع بعضه البعض وبيعيد مع بعض البعض. كمان أنا طبعا من شاشة كنار أوجه تحية للصحفية الفلسطينية كريستين ريناوي التي تدخل القدس وحتى تدخل الأقصى وهي مرتدية الحجاب، وتعيد عياد المسلمين وأيضا تعيد مع الجميع، يعني وكونها هي أيضا مسيحية فلسطينية. فيعني بقناة كنار نحن دائما بنشدد على قدرة الإنسان العربي على التعايش بمختلف اختلافه، يعني اختلافه الحضاري وأيضا الديني. هذه الرسالة التي نحن نؤكد عليها من خلال هذه الشاشة طبعا أكيد، ونحن بنقدر طبعا، يعني احنا بنحترم رأيك أكيد كريمة، ومنشكرك على أنه عم بتشاركينا هذا، يعني المخاوف اللي عندك أنه كيف العيد عم بيتغير سنة عن سنة. عم بيتغير. نعم. وإذا بتسمحي لي كلمة تانية. نعم تفضلي. هلأ نحن يعني كلياتنا معايدين عيد ميلاد يسوع. نعم. كل دين بيشوفه بناحية يعني، بس في إشي لسه أهم. هذا الشخصية، المسيحي بيشوف إنه مات وقام، المسلم بيعرف إنه ارتفع، بس المهم كمان لازم نتذكر إنه كان شخصية فلسطينية غير تاريخ الدنيا كلها. أخذنا من مجتمع إنه كل إشي بنحل بحرب وبسلاح، لطريقة إنه لازم نجرب نحل المشاكل بإشي اسمه محبة وسلام. وسلام. نعم. رسالة حلوة كتير أكيد من سيدنا يسوع المسيح أكيد، يعني ما بعرف، أنا كتير حابة الموضوع هذا. يعني أنا بحب دائما، كنت أطلع، بتذكر لما عشت بلبنان أطلع مع صديقاتي يعني على القرى المسيحية، ونطلع نشارك في قداس نصف الليل ونضوي شموع أنا وصديقاتي. يعني وأنا لم أتربى في بيت مسيحي، ولكن تربيت في بيت زرع فينا حب
والتعايش وتقبل الآخر بكل محبة ورحابة صدر. فما كان في حس إنه في فرق، يعني حتى لما أخي ارتبط وزوجته كانت من غير دين، وماما يعني قالت لهم إنه ما في داعي تغيري دينك، أنت بتضلك على دينك وطالما في احترام وفي محبة وتعايش بيناتنا. حابة هيك نحكي شوي كمان دكتور، عفوا أستاذ مراد حنوش، حابين نسمع منك كمان أكيد كيف بتحس السنة العيد اختلف عن باقي السنين اللي قبله. اللي بحيرني بالعيد هذا انه كل انظار العالم، امريكا، كندا، اوروبا، شرق اسيا، استراليا، نيوزيلندا، كل انظار العالم تتجه الى بيت لحم، هالقريه الصغيره اللي لا يتعدى عدد سكانها 30,000 تقريبا، واللي مساحتها بس شيء 4,000 مايل مربع. كل انظار العالم تتجه الها ولا كنيسة المهد، وتاريخ كنيسة المهد اللي كل مين إذا اطلع بالويكيبيديا بيقدر يشوف شو تاريخها العريق والعظيم من زمانات الكنعانيين وإلى وقتنا هذا. بتعقب على كلام الأخت كريمة شوية إنه للأسف طول ما منحط الدين والسياسة بعالمنا العربي كليته ما منوصل لنتيجة، لأنه هوني العلمانية والبلاد كلها واحد ما بيعرف فرق شو دينه، شو أصله، شو مذهبه، شو لونه، شو كل يعني. كندا مثلا مين كان يتخيل أنه وزير الهجرة فيها يكون لاجئ صومالي؟ مين كان يتخيل أنه وزير الدفاع فيها يكون أصله سيخي؟ مين كان يتخيل أنه جستان ترودو بده يوصل ويصير رئيس وزراء، وأنا أول مين قلت له بدي إياك تعبي محل بيك لما كنا صغار؟ بيت لحم بتذكرني، وكثير من الأخوات والإخوان، يمكن دكتور منير بيعرف، أنا من الناس اللي حتى قابلوا البابا بولس السادس لما إجا لبيت لحم، من الناس اللي قابلوا ملك بلجيكا بدوان ومرته فابيولا لما إجوا لبيت لحم لمغارة الحليب، وكانوا يحاولوا إنه يجيهم ولي عهد، فقالوا بمغارة الحليب في هناك الدعاء اللي بيجيهم. مدرسة الفرير، كلية الفرير، ركزنا ليلة كاملة نصلي لجون اف كينيدي إنه إنه ما ما يموت من وراء الاغتيال اللي صار عليه. فهالسنة هاي نظري بروح لشو حلاوة الكشاف، وشو حلاوة البطرك لما يدخل على الحصان من القدس لبيت لحم، البايبرز، إن كل الناس اللي بتلبس سانتا كلوز، الكستنة والكنافة والأكل الطيب اللي موجود هناك. الإعلام العربي كتير كتير فاشل بالنسبة للغرب، بالنسبة لأمريكا وبالنسبة لكندا وحتى بلاد تانية، إنه ينمي شو هي الكالتشر وشو هي الهيريتج وشو هو الهيستوري تبعنا بفلسطين. وكلمة فلسطين نفسها إذا راجعنا بنلاقي إنه إجت من إنجلترا لفرنسا للبابليين، للكنعانيين، للأوتومانز، إلى للأراميين لوقتنا هذا. بس ما عم بيصل اللوبي العربي إنه يفرجي حقيقة الشعب الفلسطيني وحقيقة الوطن العربي ككل، بس خاصة فلسطين، وخاصة في أخت ذكرت إنه بتتذكر حيفا ويافا وعكا والناصرة وتل أبيب. أنا ما صح لي أعرف إذن مسقط رأسي طبرية، لأنه كنت 6 أشهر، الإنجليز هربوا أبوي وأمي للقدس، ومن القدس لبيت لحم، وهي كانت إلى هلأ هاي 56 سنة بالهجرة. بس إلي أصحاب وإلي قرايب لسه بالبلاد وبتابع نشاطاتهم كليتهم هناك. هذه بس ما أحلى من العيد اللي موجود هناك. وبيت لحم كمان تتميز إنه الكريسماس هذا تحتفل فيه 3 مرات، اليوم احتفلوا فيه الكاثوليك، 6 جانوري بيحتفلوا فيه الأرثوذكس، 18 جانوري بيحتفلوا فيه الأرمن، فما في وحدة. أنا بشوفها كويسة إنه 3 كريسماسات بدل كريسماس واحد. وكنا على هاي كلها على هذه النقطة بالذات. في الواقع من تقريبا من 15-20 سنة
وحدنا الأعياد في الأردن، وصار اجتماع موسع مع المرحوم الملك حسين وكل رؤساء الكنائس في الأردن في اجتماع رائع جدا. من هذيك اللحظة انطلقوا كلهم بتوحيد الأعياد، الميلاد بتعايد مع الطوائف الغربية زي هلا ب 25 شهر، وعيد الفصح مع الطوائف الشرقية، فعنا بس العيدين هذول وراس سنة واحد يعني. فهلا الأردن كانت في الطليعة لتوحيد، وهلا هون حتى في كندا عملنا كمان محاولات ولا نزال مع كثير من الأصدقاء حتى نوحد الأعياد. يعني احنا بنحكي على يعني كذا عيد بيكون فيه طبعا حسب الطوائف، لكن في ايضا حابين نعيد مسبقا على طبعا اخواننا الاقباط في مصر، اقباط مصر. طبعا انا حاطك الكلام لك يا نهى. صوتك بيقطع شويه، بس انا حابه برضو ان انا اسلم على اقباط مصر. طبعا الجاليه المصريه هنا كتير منها اقباط، وطبعا بيبقى فيه دايما احتفالات هنا وعشاء وحاجات في الكنيسه وكده، ف يعني طبعا كل سنة وهم طيبين، يعني هنتكلم معهم في يناير إن شاء الله. بس أنا عايزة أسألكم، في كل مدينة لكل حد معنا النهاردة الاحتفالات عاملة إزاي بعيدا عن الكورونا؟ في العادي في الكريسماس في المدينة اللي أنتوا عايشين فيها الاحتفالات بيبقى شكلها عامل إزاي؟ بتتجمعوا مثلا مع العيلة، بيبقى في عشاء، بيبقى في زيارة للكنيسة، الاحتفالات شكلها إيه؟ سوري أنا صار عندي شوية لغة تقني، لكن أنا كتير بنحب نعرف العادات والتقاليد للاحتفال بأعياد الميلاد في كل بلد. طبعا أنا تربيت، أنا فلسطينية ولكن تربيت. لا مش سامعيني هلأ سامعيني؟ أيوة هلأ سامعيني. أنا ترعرعت في لبنان طبعا، وكتير يمكن هلأ بعتقد الوضع بلبنان اقتصاديا كتير صعب، وحتى سياسيا على الساحة السياسية حتى يعني، فبعتقد في نوع من المعاناة عند بعض الشعوب العربية الآن أيضا بسبب أزمة الكورونا كمان. يعني أزمة الكورونا أيضا أضافت لا معاناة الشعوب يمكن بالاحتفاليات، والأزمات الاقتصادية طبعا اللي تتوالى. وفي معنا ضيف صغير انضم لنا للحلقة. يا هلا في جوجو. ميري كريسمس طبعا اللي عندي كتير اللي عندي كان عم بيغني كل اليوم كريسمس كارولز، يعني اللي عندي مغني طالع لماما. حابين نحكي شوي هيك كمان عن العادات والتقاليد الجميلة وطريفة، ايه رأيك يا نهى انت تخبرينا مثلا؟ نبلش بمصر، شو في عاداتك حابة تخبرينا عنها بمصر؟ والله عندنا معظم الناس بتحتفل بالكريسماس بجد في يناير، بس في ديسمبر ناس كتير بتحتفل برضو، ويجيبوا الشجرة ويزينوها، مسلمين ومسيحيين عادي ما فيهاش اي حاجة، وزينوا الشجرة، ودلوقتي أكتر بقوا يعملوا الناس تجيب هدايا لبعض وكلام من ده، فهو تقريبا شبه قوي الاحتفالات هنا. بس في يناير بيبقى فيه حاجات مخصوصة عشان كريسمس في الكنيسة، وبيبقى فيه برودكاست على التلفزيون، بيبقى مبث على التلفزيون وليها طقوس معينة وكلام من ده. بس كريسمس بتاع 25 ديسمبر بيبقى موسلي شجر وهدايا وحاجات كده، وأكل وحلو يعني حلويات. بس هو مور يعني أكتر موضوع ثقافي واجتماعي. أكتر عن يناير بيبقى ديني أكتر شوية. نعم. وفي طبعاً هدايا وكلام من ده طبعاً. أجمل شيء بالموضوع الهدايا والمحبة والتجمع يعني. هلأ إن شاء الله أكيد السنة الجاي بتكون إن شاء الله الظروف أحسن من هيك. نوال متابعة طبعاً، أو نوجه تحية لكل المشاهدين، بتقول مسوا علينا يا جماعة، اللي ساعة بمسي عليكم مطنشيني ليش؟ يسعد مساك نوال، ويسعد مسا كل المشاهدين، وبطلب من كل اللي عم يتابعونا بليز أعملوا شير للحلقة عشان أكتر ناس يعني أكبر عدد من المتابعين يشاهدونا، لأنه نحن بالبيوت أغلبنا يمكن هلأ بالبيوت وعم نعيد مع اللي منحبهم. يعني حابين نسأل كمان دكتور منير، شو في هيك شغلات حلوة بتحب تخبرنا إياها يعني عادات وتقاليد؟ أنا برجع للطفولة، لأيام الطفولة. نعم. بس في شغلة هيك حبيتها أول ما بلشت أدرس الطب في إيطاليا،
علموني انه نتالي كونيتوي باسكا كونكيبوي، الميلاد مع حبايبك واهلك والفصح مع مين ما بدك. فهذه عندهم شعار كتير حلو يعني. فنرجع لايام الطفوله، في الواقع الاعياد كانت يعني مش كانت بسيطه جدا يعني، ما كانت هالامور اللي اليوم عم نشوفها وهاللبس وهالدنيا، لا كانت الامور بسيطه. فعادة ليله العيد بعد صلاه العيد كل واحد بروح بيته، نص صبح بيطلعوا كلهم على المجنه بيزوروا الاموات على يوم العيد، وبيلتقوا عند اخر واحد توفي وبعايدوا بعضهم هناك وبيشربوا القهوه الساده، وبعدين بينزلوا على البيت الكبير في العيله بيكون عنده شوربه العيد المنستروني او السوق. لانه اول يوم افطار بيكون بعد صيام العيد، بيكون اول يوم بياكلوا فيه يعني، طبعا ما في زفر اول، فاليوم الوحيد هو اول يوم الصبح بتزفروا على شوربه العيد اللي هي الرز مع اللحم وعليها رشه البقدونس. فهذه طبعا بدايه العيد. وهذيك الايام العيد كان يستمر يعني، الواحد لما بده يعيد كان يستمر اسبوع 10 ايام، لانه المسافات اول ما كان عنده سيارات، فكل واحد بده يروح يعيد الولايه تبعونه، بسموهم ولايه اخته اي قريبه له، حتى لو كانت ساكنه في مدينه ثانيه هو مضطر يركب بالمواصلات حتى يصل لهناك. والهدايا كانت بسيطه، كانت نوع من المونه، يمكن يكون في شويه نقود بس ما كانت الناس عندها الامكانيات الماديه، لكن كانت معظمها يعني عينات غذائيه اكثر، كانوا ياخذوا القهوه ياخذوا الرز ياخذوا الشغلات يعني البسيطه جدا، لكن هي لها قيمه كبيره بعين الناس يعني. وزي ما قلت كانت الامور، كنا طبعا نروح مجموعات نعايد الجيران نعايد الناس على مسافات، ونعبي جامنا من هالملبس والشوكولاته كانت على السلفانة وهالشغلات الحلوه اللي طبعا اواعي العيد كنا من الليل نصفطها وننام عليها مشان ضل مكويه لتاني يوم. ايام طبعا غير شكل غير على اليوم يعني، اليوم صرت تطلب الاواعي اونلاين ويجيكي ريما حابين نسألك كمان هيك مداخلة منك، أنت كأم يعني هلأ يمكن هالطفولتك أكيد اختلفت زي هلأ طفولة أولادك بعيد الميلاد، شو بتحسي هيك اختلف يعني؟ طبعا أكيد حابين نعرف منك أكثر خصوصا بالعادات والتقاليد، وكونك أيضا تقيمين في كندا في لافال. كانت الأعياد بدمشق كتير هيك حلوة يعني، أنا بتذكر طفولتي، أنا أصغر واحدة بعائلتنا، فانه يعني كان العيد بالنسبه لي هو الاكلات الطيبه والشجره والهديه، وكنت هيك لضحكهم انه كنت الصبح لما في اذا ما حبيت الهديه كثير سبوا لبابا نويل، فانا ايوه كلهم سبوا لي بابا يعني بركي ما قدر غير هيك بركي ما لقى، فانه يعني ضل انا مصره على موقفي. ايه واختلفت كتير الامور. نحن كنا كطفولة كنا هيك يعني كبرنا وضلت براءتنا موجودة مصدقين فكرة بابا نويل، هاي كانت كتير شغلة حلوة يعني، كان فيها دفى فيها هيك المفاجأة، كتير شي حلو كان. كان العيد هو العيلة. الهدية يعني ما كان الطفل انه بكل نزلة سوق يطلع له غرض او غرضين، كانت الهدية إلى مناسباتها بالأعياد بالنجاح اليوم أولادنا شوي الهدية فقدت قيمتها المعنوية، أي شيء متاح إمتى ما بدهم ممكن يأمنوه يعني، هذا الشيء ما كتير بيعني. بس يعني عم نحاول بالغربة، عم نحاول ننقل اللي تعلمناه ببلادنا، لأنه العيد ببلادنا كان غير نكهة، كنا صاحبين الأرض وكنا لغتنا الحقيقية، كان يعني العيد تلقائي، نحن ما نفكر شو بدنا نعمل، تلقائي كل شيء نتصرفه بالعيد ونحس فيه. اليوم نحن شوي عم نبذل مجهود أكتر لنوصل الفكرة لأولادنا صح ولنعيش العيد صح. وإيه أكتر أكبر فرق بين الكريسماس هنا وهناك، وإيه الحاجة اللي بتحاولي تعمليها هنا في طقوس الاحتفال عشان تفضلي محافظة عليها؟ الحقيقة
أنا لقيت إنه بكندا أو كل حتى رفقاتنا بالغربة بكل البلاد عندهم نفس وجهة النظر تقريباً، العيد أكثر طابع تجاري آخذ. يعني نحن من شهر 10 منبلش نشوف الزينة بالمحلات وأشياء وغراض العيد. بسوريا كنا نحس بالعيد من أول شهر 12 لما نبلش نحضر للبربارة، فنحن بعيد القديسة بربارة منبلش نعيش أجواء الميلاد لعيد الغطاس بستة واحد. فعمليا يعني كان العيد بجوهره بفترته. هاي جوجو، بقولكم في ضيف في ضيف مصر يطلع معنا الليله، بدي يعيد معنا على الهواء. حبيبي كل سنه وانت سالم. وانا ابني ميري كريسماس، سي ميري كريسماس، تقول ميري كريسماس، سي ميري كريسماس ايفريون، الا ميري كريسماس. وصلت تمشي برضه تمشي وصلت. ايه فهيك يعني كان طابع العيد بيختلف شوي. عم نحاول نوصل الفكرة لأولادنا، حاولت خبره لابني شوي شوي، كل ما كبر سنة بتكون الفكرة أسهل إنها توصل. بحاول خبره وأحكي له، بحضره أفلام عن يسوع عن حياته، بخبره أشياء ما كتير عم بقدر وصل الفكرة صح كونه طفل، بس يعني قد ما بنقدر. السنة الماضية بعد ما جبنا له الهدية بشي أسبوعين بعد الميلاد قعدنا حكينا معه مشان موضوع بابا نويل صار. كان عمره 9 فحاولت وصل له الفكرة إنه اليوم أنت ما بصير تقتنع بأي شيء حكم عقلك، كيف ممكن بابا نويل يفوت على البيت؟ مو معقول. فشوي شوي وصلت له الفكرة، قلت له أنت صرت شاب واعي وبتعرف إنه هاي الهدية من بابا وماما. يعني ما عملت له صدمة نفسية. حاولت علمه انه ما يقبل اي شيء بيوصله يآمن ويصدق بدون ما يفكر. وتقبل الفكرة وانبسط، يعني ما حسيت انه انزعج من شيء. طيب ايه اخبار الكريسماس سويترز بالنسبة لكم؟ هل في اي حد يحب الموضوع ده؟ هالسنة مش لابسة سويتشيرت، بس عادة بجرب. لا لا عم بكذب، اليوم الصبح مبارح بالليل لما وصلنا على البيت ولا ابني بيقول لي مامي، ابني عمره 23 سنة بيقول لي هاي الكريسماس كريسماس بيجاماز أحمر ومع إجرين. فبلشنا كريسماس من مبارح. بس أنا الهدية أحلى هدية وصلتني اليوم مش إشي كان مربوط أو من دكان، كنت شوي حاسة آسفة، بس اليوم قضيت نص النهار وأنا أبكي. مشتاقة كتير للأهل ومشتاقة كتير للقدس. المهم إنه كنت عم بقول له لابني بدي إشي إنه يفرحنا، بقول لي ماما ليش؟ معيدنا بستة الشهر، بستة الشهر بنعمل عشاء، اللي بيجي بيجي. لأنه لما كان هو صغير أنا مشان لأنه بالغربة مشان أعلمه إنه عادات القدس وعادات بيت لحم، صرنا نخبر الناس كل اللي بنعرفهم عرب وغير عرب إنه نحنا من ليلة ستة، ليلة العيد ستة منعيد بالبلاد. فصرنا نقول للناس أهلا وسهلا، مين ما بيجي على البيت بليلة ستة الشهر ستة واحد أهلا وسهلا فيهم. مرة إجانا 56 واحد يعيد علينا. واو. مرة وكفى الأكل. حبيبتي نادينا وطلبنا بيتزا. طلبنا بيتزا. هو الموضوع يعني بالمحبة والجمع والمحبة، يعني هي الجمعة الحلوة. هذا هو الواحد لما بيعلم الأجانب والبلد اللي هو قاعد فيه عن عاداتنا، مع عاداتنا الأصلية قبل 2000 سنة يسوع هذا اللي بنحتفل فيه اليوم، اللي انولد ببيت لحم، انولد بفلسطين، هدول عاداتنا. ف
فالواحد لما بيمشي بهالدنيا بهالقارة وما بيروح من بلد لبلد وبيعلمهم شو عاداتنا، بيصيروا الناس يحترمون عليهم. نعم. هو لو فكرنا في الموضوع يعني بتمعن شوية هنلاقي إن مفيش فروقات كتيرة قوي، يعني الناس بس أوقات بيبقى عندها الفكرة الغلط، لأن مفيش إعلام كتير بيتكلم على العادات العربية للكريسماس اللي هي أصلا مش مختلفة قوي، يعني في الآخر كلنا واحد. زي ما تفضل الأستاذ مراد، السياسة بتصير تفرق بين الناس وبين الأديان. نعم. هو آخر النهار يعني الواحد بيفكر فيها شو معنات دين. دين معناته الواحد يكون عنده إيمان. وإذا الواحد عنده إيمان بيهمش أي طريق ماشي بهذا الإيمان أو أي فلسفة دينية واحد ماشي فيها، لأنه معناته أن واحد عنده إيمان وطريقة تعامله مع بقية البشرية. نعم. على شريك، أنا لما كنت يعني حامل بأول ولد قعدت أفكر إنه شو حابة أسمي ابني. حبيت أسمي ابني اسم له معنى عميق جداً، فأسميته دين. فكتير بيسألوني طب ليش دين، ليش بتعيطي لي ليش دين بالذات؟ يعني ترى لأنه الدين يعني للجميع، يعني المحبة للجميع، وهو معنى عميق جداً. عرفت كيف؟ هو مش قصدي يعني هو يعني فقط كلمة دين، لكن هو معناها متشعب ومعناها كبير أكبر، يعني هو معناها فلسفي بالنهاية زي ما تفضلتي وحكيتي. طبعا هيا رجع يغني مرة تانية اللي عندي. أهلا وسهلا بي دايما. نعم نعم نعم. هلا عطيت الجو. أنا كنت عم بدندن قبل الحلقة وحبيت أدندنكم اليوم بما أني صار لي زمان ما أطلعت على الشاشة. طبعا زي ما حكيت اعتذرت من مشاهدينا لظروف شخصية، لكن كنت عم بقول ليلة عيد، ليلة عيد، الليلة ليلة عيد، زينة وناس صوت جراس عم بترن بعيد. ليلة عيد، ليلة عيد، الليلة ليلة عيد، زينة ولات يا بجداد وبكرة الحب جديد. إن شاء الله يا ربي دائما الحب يضل جديد وضل عم يتجدد يوم بعد يوم. ودائما من خلال شاشتنا، شاشة كنار، دائما رسالة محبة لكم جميعا وين ما كنتوا عم بتتابعونا بالعالم. نتشكركم أكيد لثقتكم بشاشتنا ولمتابعتكم إلنا دائما ولإخلاصكم لهالشاشة الصغيرة اللي انطلقت لكم بظروف الكورونا ولا زالت عم تكبر وأكبر يوم بعد يوم بمحبتكم أكيد. ما بعرف منى، عفوا نهى، سوري قلت منى ولا يهمك، انا اختي اسمها منى وكل الناس بتقول لي منى عادي جدا، وانا اختي اسمها نادين ونسين وكلهم بيغلخبطوا بيناتنا. نوها، ما بعرف هيك حبيت كمان اسالك، يعني في مصر هلا لسه العيد طبعا لسه ما ابتدى يمكن، صح؟ او في أو يعني هل بيحتفلوا 25 او العيد حسب الكالندر؟ ستة الشهر كمان نفس الشيء. طبعا أنا بشوف، طبعا أنا بدي أسألك نهى، طبعا أنت كونك مصرية وكونك من الجالية المصرية احتكاك دائم بالجالية المصرية، قديش بيحافظ الإنسان المصري القبطي على عاداته وتقاليده في الاغتراب؟ جدا والله، جدا جدا. جدا بيبقى في دايما احتفالات في الكنيسة، وحتى في البيوت دايما يبقى في عشاء للمسلمين والمسيحيين، مش فرقة، ولا متمسكين جدا بالثقافة والدين في الغربة، لان وبعدين الى حد ما برضو بيبقى طريقة ان احنا كلنا نتجمع، لان في العادي ممكن يبقى كل واحد مشغول ومش عارف ايه، فبيبقى فرصه ان احنا كلنا نتجمع برضه برغم الشغله يعني. لا جدا جدا يعني. تمام. كاني حسيت استاذ مراد عندك مداخله كان على هالموضوع. بدي ارجع شوي لتاريخ الكنيسه وتاريخ بيت لحم ليتل بيت، كونه الأخت كريمة بتعرف، يعني مثلا كنا ساكنين بالوقف تبع كنيسة السريان ببيت لحم اللي هي 5 دقائق من كنيسة المهد. بهلا كنيسة المهد لما هيلينا بناتها، الباب
الرئيسي تبعها معروف اسمه بدور اوف هيوميليتي، انه اكبر رئيس واعظم شاه واعظم ملك بده يحني راسه حتى يدخل بباب الكنيسة. بعدين قليل بيعرفوا انه في 44 عمود على اربع محلات جوا كنيسة المهد، وانا حافر اسمي قبل ما هاجر سنة 64 على واحد من هدول العواميد. وكنيسة المهد لما واحد بينزل الدرج للنجمة في 14 نجمة حواليها، هاي بتدل على 3 جنريشنز اللي مرقوا على بيت لحم. أول 14 من نبي إبراهيم لنبي داود، وثاني 14 من نبي داود للبابليين، وثالث 14 ليسوع. بعدين في 15 لام اللي هن فوق النجمة، هدول بيعنوا إنه 6 منهم لليونان، 4 منهم للكاثوليك، 5 منهم للأرمن. والنجمة نفسها أول ما انحطت بالكلام اللاتيني، اجوا الجريكس أو اليونان أخدوها وقالوا إنه الأصل لازم يكون أرثوذكسي ولازم يكون يوناني. وصل التاريخ على فلسطين من تدخل فيها الروس، تدخل فيها نابليون، تدخل فيها الفرنسويين والإنجليز والألمان. مثلا هلأ وقت كريسمس منقول سان نيكولاس، إنه سان نيكولاس منقول إجا من ألمانيا، وفي ناس بتقول إجا من النرويج ومن الدنمارك. ملوك النرويج والدنمارك كلهم ساعدوا ببناء الكنيسة بفلسطين. يا ريت هالأشياء هذه كلها، يعني أنا داخل بكتير جمعيات، إن كان بأمريكا الأرب أمريكان أسوسيشن والهيريتج فلسطينيين فاونديشن تبعت اللبس الفلسطيني، إنه نقدر نوعي الشعب الأمريكي والشعب الخاص أمريكا، لأنه في 300 مليون يعني اللي موجودين هناك على خيرة فلسطين. وليش بالعيد هذا كل الأنظار تتجه لفلسطين؟ بعدين يعني ما فيني أبالغ وأقول إنه إحنا 7 بين 5 إخوة وأختين تربينا بأوضة واحدة جوا داخل وقف الكنيسة، وأوضة تانية كانت لأبوي لأمي. مثل هلا وقت عيد الميلاد الكل مش على الطاولة، حتى بيفرش الشرشف على الأرض ومنقعد على الأرض كليتنا، ومنأكل لقمة كليتنا مع بعض. والهدايا هي كانت تكون إذا صحنا أقامة ولا إذا صحنا ملبس. وبلش احتفالات العيد تبين من وقت الضربارة. وسوريا كتير لها، لأنه بطرك السوريان موجود الرئاسة تبعته بسوريا، فكتير لها فضل خاصة معلولة مثلا بالنسبة لمعنى العيد ومغزاه. واحد لما برجع للتاريخ ويشوف تاريخ فلسطين، لأن الإعلام مش عامل التركيز الكافي لحتى نقدر نوصل ونغير من هالشعوب. والشعب الأمريكي أو الكندي أو الأسترالي أو مين مكان، كلهم بيحبونا، وكلهم لما بيعرفوا الحقيقة بيوقفوا معنا وبيحاولوا يسندونا. لكن السياسة هي اللي بتتغلب، واللوبي هو اللي بيتغلب على كل الجهود اللي واحد بيعملها. بس في تقصير كبير من جميع الدول العربية بدون استثناء على خاصة هذا بالوقت هذا، إنه كيف نوصل معنى العيد ومغزى العيد والمحبة والعطاء تبع التواضع. يعني المجوس مثلا وصلوا الفرس واحتلوا فلسطين بوقت ما، ما خلوا الكنيسة موجودة لما عرفوا الفرس إنه المجوس الثلاثة كانوا لابسين مثل اللباس الفارسي أو اللباس تبع الخوارنة أو رجال الدين الفارسيين، فخلوا الكنيسة موجودة. وهي هدمت كذا مرة وبنيت كذا مرة، ومقابل لها في كنيسة القديسة كاترينا كمان اللي منها بتصير الصلاة. بلاقي الأخت كريمة بتوافق على الكلام هذا، لأنه كل هذا تاريخ، كل هذا هيستوري. ولما احنا مننمي شيء هذا هون بالبلاد الاغتراب، من شخص لاثنين لثلاثة لخمسة بتصل، وهدول بيوصلوا للمسؤولين إن كان بالبرلمان ولا المسؤولين بالحكومات، إلى ما نقدر نعمل شوية تغيير. لكن الوقت بصر مع مين؟ الله بيعلم.
أنا حابة ألفت نظر يعني المتابعين لنقطة أن هناك معاناة يعني أيضا يعانيها أهلنا في فلسطين، يعني حتى مثلا المسيحيين الذين يعيشون في غزة لا يسمح لهم الذهاب للاحتفال أو حتى يعني الذهاب إلى بيت لحم، لا يحصلون على التصاريح للذهاب إلى بيت لحم للاحتفال إن كان في عيد الفصح ولا إن كان في عيد الكريسماس يعني في عيد الميلاد. فهناك معاناة لا يجب أن تصل إلى هذا العالم ليعرف يعني من هم حراس هذه القضية وهذا التراث العظيم، ومن ينقلون رسالة المسيحية التي انطلقت من فلسطين من هذه الأرض المباركة. طبعا حديثنا أكيد ما بيخلص الليلة لأنه نحن عم نحتفل أكيد. ستة عفوا ريما، حابين نسألك اليوم شو عملتي حلويات بالبيت؟ حلويات ما كتير عملت، صلي كم يوم عم بعمل مربيات، عملت مربى القرفة ومربى الباذنجان. حلو. بس مبارح هيك عملنا عشاء بسيط للعيلة وشربنا كاسة البيت، يعني سهرة عائلية كانت. بس حلويات والله ما عملت. هل بتعتقد السنة شوي النفسية يمكن الكورونا الأزمة هيك يعني الأزمة مع الميزان، لأنه كل ما عملنا لوح حلو عم ناكله ويعني ما بيبقى منه مخبر. ايه لما سموه الكوفيد 15 يعني عادة البيت شوي مش غلط ابدا. مغاضبة كريمة الاثنين بيواجهونا الحلويات اللي عندهم. انا كمان قبل ما نبدا الحلقه على طول واحده صاحبتي جابت لي بوكس اوف كوكيز وانا مستعده دايما. زلاطيمو اصلا جنب باب العمود. Yes. بالأرض. معلومة كثير حلوة يا كريمة. اليوم جتني هدية زلاطيمو. نايس. هذه من أقرب الحلويات مظبوط، لكن يعني خلينا نتوقف عند هالنقطة كوننا في كورونا. الأفضل نبعد عن السكريات كلها. للعلم معلقتين ثلاثة سكر بضربوا جهاز المناعة 50%. هذه معلومة مهمة. لذلك ديروا بالكم دائما، أنا على برامجي بقول دائما سكر ملح طحين تجنبوهم هدول البيض الثلاثة لأنهم مصيبة. السكر بالذات هل دراسات 100% بتوثق أنه جهاز المناعة بنضرب بشكل رهيب من السكريات. فإحنا هلأ بدنا نقوي، بدنا فيتامين دي 3، بدنا فيتامين سي، بدنا زنك، بدنا شغلات اللي تقوي جهاز مناعتنا حتى ما نقع وقعات المعروفة من الفيروس اللي عندنا. دكتور شكرا يعني على المعلومة هذه. العلم كمان يعني أخوي الصغير دكتور بطرس بنيوجيرسي أصيب بالكورونا لأنه كان يحكم ناس ومش عارف انه مين كان مسافر وجاي من طبعًا كوبا طبعًا. بعدين ابن اختي دكتور شارلي اصيب فيها. بعدين عندي بنت اخوي الدكتوره زينة بفلوريدا عم بتساعد بالاوبيتال، وعندي ابن اخوي كمان دكتور ادواردو بكونانيكت بيساعد كمان المرضى هناك. وهلا حاليا اليوم ابن خالي بالمستشفى بنيوجيرسي صار له يومين ثلاثه وكان وضعه خطر جدا ويعاني، وهلأ يعني صار أحسن والتنفس تبعه أحسن وبده يبقى كمان 4-5 أيام. فالكورونا شيء، الكورونا شيء موجود وواقعي. نعم. والأرقام نعم. كل ما عم بتزيد by the way. نعم. للأسف، وهذا كله برجع من الاختلاط ومن عدم معرفة إنه مع مين طبعا. واحد إنه يمكن يختلط إن كان بالمول أو برا أو وين مكان. نعم. أنا بحكيهم دائما هذا الفيروس طبعا. يعني ما بنتقل لوحده، لا إله لا إيدين ولا رجلين حتى يروح، إحنا اللي بنحمله بواسطتنا بنتقل. يعني تقربنا من الناس لأنه إحنا كتير من الأشخاص ما عندهم أعراض لكن حاملين الفيروس. اللي هم أي سمتوماتيك. بالضبط. نعم. بكون نفس العيلة مصابين تنين أو ثلاثة، تنين ثلاثة منهم بيفقدوا حاسة الشم، واحد منهم مثلا بس متوحك شوية حرارة شوية سعلة، وواحد منهم مثلا بجوز يحتاج مستشفى. فمشان هيك احنا ما بنعرف مين المصاب ومين حامل المرض. اذا ما دبرنا بالنا بكمامتنا بالكمامه غسيل ايدينا بشكل مهم جدا، التباعد مهم،
ان شاء الله انها ما تطول، لانه التباعد عم يسوي لنا مشكله، الواحد مش قادر يحضن ابنه او اخوه او اخته. شعور صعب جدا في الاعياد يعني، شعور جدا صعب يعني. انا يعني كمان حابه اوجه من خلال الشاشه تحيه لاختي اللي اليوم كانت عم تشتغل بالكوفيد يونت، هي ممرضه، واليوم كانت شفتها في الكريسماس داي بالكوفيد يونت، وللاسف يعني عندها ناس على فنتيليترز، والموضوع يعني خطير جدا. وانا بتشكرك دكتور انك اتيت على نقطه مهمه جدا، انه قديش لازم ننتبه على يعني ما نتناوله يوميا من نشويات وسكريات، لانه كل هذه تتحول في الجسم الى سكريات، والجسم يعني تهلك الجسد صحيح، وطبعا تضعف جهاز مناعته. كريمة، انا بعرف كمان انه انت ممرضة وساهمتي ايضا، يعني ما نحكي هلا يعني نحكي بفيم العيد، ولكن عن الشغلات الانسانية اللي يعني اجواء العيد اللي احنا فيه، اللي نحن دائما يعني كبشر نحن بنحب دائما انه نساهم فيها. كريمة، انت ساهمتي بتشييد يونت للهوملس الذين يعانون من الكوفيد، خبرينا شوي اكثر. بشهر 4 الهوملس ببويزي ايداهو، ابني ساكن ببويزي ايداهو، فكان بدهم ممرضة مشان يأسسوا اوتيل للهوملس اللي ممكن يكونوا مصابين بالكوفيد، فأسسنا وعملنا كل الإجراءات مشان نعلم الستاف ومشي الحمد لله. فقعدنا شهرين بدون ولا حالة الحمد لله، وأنا رحت على نيويورك، وبعدين لما رجعت عرفت إنه للأسف كان في 110 حالات. الحقيقة زي ما تفضل الدكتور، الاشياء الوحيدة اللي بنقدر نعملها انه ندير بالنا على صحتنا، ناكل مظبوط، نلبس الكمامة، نغسل ايدينا ووجنا، وللأسف نبعد من الاشخاص اللي بنحبهم اكتر اشي. اذا بنقدر نبعد عنهم وما نعبطهم، بنقدر نبعد مترين من بقية البشر. صح. أنا طبعاً دي فرصة إن إحنا نشكر كل الناس اللي شغالة النهاردة، إحنا بنحتفل، بس طبعاً في ناس كتير جداً شغالة النهاردة عشان تحمينا وتحمي أهالينا، فيعني عايزين ناخد دي إن إحنا نشكرهم. ريما تفضلي، كنت هتقولي حاجة. كنت حابة لكم إنه أنا قبل الأعياد كتبت بوست على الفيس إنه أنا بعتذر إني استقبل زيارات لعندي، أو إنه أنا روح عايد يعني بحب الكل وبتمنى اجتمع معهم، بس مثل ما بخاف على حالي وعلى عائلتي كمان بخاف على غيري، يعني ممكن انا اكون ناقل العدوى وما ماني عارفاني. فلقيت انه لا، يعني واجبنا نوعى اكثر، ولو بعدنا عن بعضنا خلينا نمرق هالفتره يعني هيك باقل خسائر ممكن، مثل ما بيقولوا. طيب احنا دلوقتي داخلين على النيو ييرز، هل في حد هنا ناوي على New Year's Resolution أو حاجة جديدة ناويين تعملوها مختلفة السنة الجاية؟ لا. كلهم يقولوا لا. بلا كريمة، بلا، أنا وياكي عندنا Resolution. Vaccine. هاي Resolution number one. The word is دكتور منير يمكن يوافقني، أغلى أو عز كلمة هي health is wealth. بعدين في بي بي سي عملت سيرفي وقالوا عن سنة 2020 شو بيكلم واحد بيميز سنة 2020، سنة هذه اللي احنا موجودين فيها، طلعت نمبر 1 اللي هو الانكزايتي والكايوتيك، انه الكل تلبك والكل تخوف، وانا بضيف عليها كلمة الديبريشن اللي هو مرض ثالث، يعني absolutely. كيف يعالجوه من وراء هاللوك داون ومن وراء الوحدة اللي صرنا فيها، وهذا بخلينا إن شاء الله ما ننسى اللي مرقنا فيه، إنه لما ترجع الحياة طبيعية ما نرجع مثل ما كنا بالسابق، إن كان بالحفلات ولا بالملاعب ولا وين ما كان الاختلاط، يعني كمان بزيد من الله بعنا فيروسات تانية شو راح تكون،
يعني دكتور منير بيعلق أكثر مني على الشيء هذا. في الواقع اللي حكته كله يعني ظاهر، الحذر موجود، الفيروس موجود. هلا إذا في مؤامرات ما في مؤامرات هذا موضوع تاني، لكن الفيروس موجود، المرض موجود، بدنا ندير بالنا منه حتى نصل لنتيجة، سواء في اللقاح، سواء في المناعة، مناعة القطيع، أي طريقة، المهم نصل كلياتنا لمناعة. بدنا نحافظ على الأجواء السليمة الصحية حتى ما نقع ولا نوقع غيرنا. يعني أنت لما ما بتروح وما بتعمل حفلات وما بتعمل جمعات، أنت طبعا عم بتساهم في العلاج وعم بتساهم في أنه الكل يشفى وما يتعرض للمشاكل. وإحنا بدنا العيد الجاي يكون أبهج وأحلى، وكلنا نرجع من أول وجديد نسمع كلمة ميري كريسماس بحلاوتها الأصلية. إن شاء الله إن شاء الله. يعني عن جد حلقة رائعة جدا، يعني ميري كريسمس للجميع. وزي ما بلشت بالحلقة عيدت عليكم بكذا لغة، لكن خلينا ناخد العظة والعبرة من الكريسمس السنة هاي لنركز على إنسانيتنا وعلى تواصلنا الإنساني. نحن مثل ما عم نرفع السماعة هلأ بسبب أزمة الكورونا عم نعيدها بعضنا على التليفون أو بالتكست مسجز أو بالواتساب أو بأي وسائل يعني التواصل الاجتماعي، خلينا دائما نكون بهاي الهبت أنه نتفقد بعضنا ونسأل عن بعضنا، لأنه هناك معاناة نفسية أيضا. يعني أنا قديش من أكثر الناس اللي يعني أنا حقدم اعتراف أمام الشاشة وأمام الجمهور المتابع، من أكثر الناس اللي أنا يعني دائما I promote positivity، بقول لازم نضلنا إيجابيين بالحياة ومتفائلين وعشان ما نخلي الأزمة تأسعينا. لكن أنا فعلا مرأت بفترة dip down، يعني نفسيا حسيت بالisolation، يعني الناس ملتهية يمكن بمشاغلها وظروفها وأيضا مرضها، يعني فحسينا شوي بنوع من العزلة. فخلينا نستخدم إنسانيتنا اللي طبعاً اللي ما زالت بخير طبعاً أكيد بأجواء العيد، ودائماً نكمل هذه العادة بأنه نفقد بعضنا ونسأل عن بعضنا أكثر. وهي حتى يعني ده جبر الخواطر حلو، بس مجرد تعرف أنه أنت يعني الناس عم بيتذكروك أو الناس عم بيفتقدوك هو شعور جميل جداً. نحن بالنهاية لنا مشاعر، نحن يعني نحن بشر ولنا مشاعر أيضا، فبتمنى أنه دائما نكون سند لبعضنا. أكيد نهى حبيبتي، أنا دائما أول مرة أنا وياك عم نقدم برنامج سوا. الناس أولا أنا عايزة أقول أنا مبسوطة جدا إن إحنا بنقدم برنامج سوا، والناس أنت وحشتيهم جدا. أنا شايفة الكومنتس على الفيسبوك كل الناس يعني إحنا يعني العيد عيدين زي ما بيقولوا. والله أنا عايزة أسأل إيش رح تعملوا سؤال، إيش رح تعملوا ليلة رأس السنة عشاء ما في حفلات؟ هلأ إحنا بنعمل ورق دوالي وكوسة ومنحط روس، واصل خروف نحطه بين الورق، وهذا عشان مع كاس عرق طبعا. أنا جهزت الكوسة والورق العنب، أنا جهزته. أنا هاجي أتعشى عن حد بيكو. خروف ريما شو رح تعملي عشاء لترس سنة؟ والله أنا لسه ما قررت، ما بعرف يعني شو من هون لوقتها منقرر، بس يعني بده يكون شيء بيحبه ابني، يعني ما بعرف وين بياخدنا على البيتزا على ماما. بده يكون الابروفل من ابنك طبعا. اكيد شيء كثير حلو. نحن طبعا في امريكا هون في الامريكان عندهم عاده التاماليز، بياكلوا تاماليز فور نيو ييرز بعتقد، وجليزد هام بعتبر انه هاي الاكله الرسميه موجوده هون في امريكا. ما بعرف نوها شو كيف بكندا، احنا شو بكندا بيعملوا؟ كندا عموما بيحبوا قوي كابج رولز. بس احنا في بيتنا مش عارفه، في الغالب هنعمل رز وملوخيه مثلا. لسه عندي رز وملوخيه في تلاتة. بس انا جهزت الكوسه والورق العنب عشان، وجهزت اللامراك يعني عشان احطه تحت الطنجره عشان يعطي نكهه حلوه. شوفوا المضحك موضوع، انا شفت اللحمه 90% يعني 90 هبر وبتعشرفات، بس راح احط راك اوف لامب اندر ات يعني عشان الطعم. بس مش راس الخروف هذا الموضوع تاني، هذا لازم مطبخ نادية، برنامج مطبخ نادية تعملنا إياه. يمكن ما بعرف شو في كمان هيك عادات وتقاليد لرأس السنة.
طبعا نحن هاي فتره اعياد، يعني في ناس بعيدوا كريسمس، في ناس بعيدوا راس السنه، في ناس بيحتفلوا بايفريثينج، يعني مثلي انا بحتفل في ايفريثينج. استاذ منير، شو بتحب تخبرنا؟ لا ترسمني شو ممكن يكون على المنيو. والله المنيو تاعي قلت لك ورق الدوالي والكوسه والروس، وعاده يعني المفروض امي كان طبعا بالحق الفوارغ والامور هذه كلها، بس هلا الفوارغ هون شوي في كندا شوي صعبه وشغلها مش بسيط يعني، لكن وطبعا الكنافه طبعا الكنافه بدون سكر. استاذ مراد شو في على المنيو؟ والأكلات الطيبة معروفة يعني، مقلوبة طيبة، الخروف المحشي طيب، الأوزي طيب، ورق دوالي كتير طيب، حد بسميه ورق عنب، حد بسميه ورق دوالي، والكنافة لا يعلى عليها. بتذكر دائما كنافة جعفر بالقدس، بالقدس القديمة من جوا، ولا لا يعلى عليها. البقلاوة كتير طيبة كمان. الحلو بناخد إذن من دكتور منير يعني بس برأس السنة وهلأ أعطيتوني أفكار كتير عنه. كمان الكليشة كتير طيبة الكليشة العراقية، أنت عم تحكي على الكليشة العراقية صح؟ الكليشة العراقية أنا أكلتها من 3 أيام من صديقي. نعم. يعني عندي خالي مثلا الله يرحمه كان بالعراق، كان مع شركة بان أمريكان لما كانت من أعظم شركات الطيران بالعالم. فإلنا ماضي عريق يعني، لكن دائما ترجع فينا الأعياد هذه للقدس لبيت لحم ولا حيفا ويافا وعكا وطبرية وتل الربيع وللتل الربيع، انه تل الربيع مطار القدس اللي هو غادرت منه للكويت اول ما تخرجت من الفرير. كلها ذكريات حلوه بترجعنا لماضي لما كل الطلاب كانوا يدرسوا مع بعض، وكان يعني كانت ألفة غريبه عجيبه. بالوقت الحاضر بنحاول نخلي الشيء هذا موجود حتى بلاد الاغتراب، إن كان بالاختلاط مع الكنديين مع الأمريكان، لأنه كلهم ناس طيبين، كلهم شعب طيب وكلهم بيحبونا. لما بيعرفوا الماضي تبعنا والتاريخ تبعنا وأصلنا يعني بيستغربوا كيف منجيب لغات عربي إنجليزي فرنساوي إيطالياني إسبانيولي. يعني الألمان إجوا أسسوا شميت وشنيلر بالقدس وبيت لحم، الفاتيكان وفرنسا وبريطانيا إجوا وأسسوا الفرير وكولاج دلاسال وسيليزيان وفرانسيسكان كلها يعني تابعة لتاريخ ماضي عريق اللي طلع من بلادنا لبلاد برا لما كانت ما موجودة بلاد أمريكا وبلاد كندا. إذا حبيت مراد تشوف طبرية اللي هي بالنسبة إليك يعني النبع، فتعال على الأردن على جبال أم قيس راح تشوف بانوراما من هناك، طبرية والهضبة السورية كله راح تشوفه قدامك من أجمل ما يكون. دكتور منير، مرة تغديت هوني مع الأخ نيكولا الصايغ سفير فلسطين تنقول هوني بكندا، ومع الياس ديب الله يرحمه أبو مروان اللي هو كان مختار طبرية. فلما عرف أنه أنا ولدت بطبرية مسك السلولير تبعه قال لي الوالدة موجودة، قلت له بنيوجيرسي قبل ما تتوفى، قال اطلب لي إياها. طلبت أمي قلت له يما مختار طبرية بدي أحكي معك، حكى معها عرف وين بيتها كان وين أنا خلقت كان يعرف الكل. يعني كانت بلاد كتير كتير حلوة، والجيران الكل يعرفوا بعض والكل يسلموا على بعض ويزوروا بعض. يعني أنا هلأ بعمارة 12 طابق فيها 70 شقة بعرفهم كليتهم، بس بسبع سنين يمكن ما في إلا شخص أو شخصين من كل هالجيران، وفي منهم يعني عرب كمان اللي دخلوا شقتنا، ودائما بعزمهم ودائما بقول لهم تفضلوا بابي مفتوح 24 ساعة. فهون يعني الواحد بيتأقلم مع طبيعة البلاد هاي. ولما واحد بيتأقلم وبيصاحب الناس الموجودين، يعني أكثر أصحابي من مش بس من جاليتنا، يعني من التليان ومن السويسريين ومن الألمان ومن الفرنسوية، كلهم ناس طيبين، كلهم ناس خير وبركة يعني. وهاي بلاد كتير رائعة كتير عظيمة، أعطتنا مجال نتطور نتعلم ونضيف. أول سنتين جامعة
فيني أقول بأمريكا بميشيغان أول سنتين جامعة قلت لهم this is like nothing. هذا أخذته أنا بالفرير ببيت لحم سنتين جامعة قلت لهم أخذته أنا بالفرير اللي هي هاي سكول يعني أول سنتين بعدين صارت الصعوبة للماجستير وللدراسات الأعلى. اي فعلا احنا بنلاحظ يعني انا مثلا ماثماتكس بالجامعه كنت باخذته بالهاي سكول فكنت عم باخذ يعني it was very very primitive يعني this is a piece of cake. انا اخذته بالهاي سكول طبعا اكيد يعني انا عجبت بتشكر. تفضلي استاذ كريمه عندك مداخله. تفضلي. بس الاستاذ مراد صار عاددها يمكن 10 مرات الفرير فنحن في عندنا شغله بالقدس بين الفرير والتيرا سانتا نحن تخرجين التيرا سانتا فأنا لأنه بالغربة تخرجت from St. Francis College اللي هن كمان فرانسيسكان هون بأمريكا في مسابقة بين الفرير والتيرا سانتا دائما الاثنين ممتازين تخرجنا من الفرير بس اثنين من اخوتي تخرجوا من تيرا سانتا من بيت اوكي ست ريما بتحب تضيف الشيء قبل ما نودعكم مشاهدينا؟ انا بحب عايدكم واتشكركم لانه سمحتوا لي شارك اليوم معكم انبسطت كثير ويعني ضفتوا لي كثير هيك ذكريات ومشاعر حلوه شكرا لكم وبدي لكم إنه يسوع هو يعني يسوع إجا كرمال السلام وكونه نحن يعني أبناء الله خلينا نقول فقلنا طوبى لصانعي السلام لأنهم أبناء الله يدعون فنحن اليوم عنا مسؤولية بغض النظر كورونا أو مو كورونا أو بالغربة أو ببلادنا نحن اليوم مسؤوليتنا نكون نمشي مثل ما ربنا راد لنا نكون نحن صانعي سلام بأبسط التفاصيل اللي بنقدر عليها يمكن ابتسامتنا هي سلام للآخر ومثل ما تفضلتي حضرتك إنه نحكي ونتواصل وما نخلي الأشخاص اللي حوالينا يحسوا بالعزلة اليوم الكلمة يعني الكلمة دواء لحالها فينعاد عليكم بالصحة ورواء البال يا رب وعليك يا رب نلتقى بظروف أحسن يا رب شغل. يا رب ست نهى ست الستات نهى مبسوطة جدا 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 بالحلقة دي شكرا طبعا كل ضيوفنا جدا جدا على وقتكم وروح الجميلة دي نسرين تحبي تختمي بأغنية؟ والله هتحطيني انا على فكره عم بس اقول انه عم بحس انه سوري والله يمكن شفتوني على الشاشه ام رياكتنج تو سمثينج مش عارفه شو هو بس لا بس انا بتعرفي شو هغني لك اغنيه كتير حلوه وهي بنغنيها نحن بالاعياد بعيد يعني الفطر وعيد الاضحى هقول ليله العيد انستينا ليلة العيد أنستينا وجددت الأمل فينا ليلة العيد الله. إن شاء الله يا رب الأمل دايما بتجدد فينا والمحبة دايما بتتجدد فينا وبتضل دايما بيوتكن عامرة بكل الحب والسلام ودايما نتذكر كلمة فيرس من الإنجيل يقول blessed are the peacemakers يعني طوبى لصانعي السلام إن شاء الله دايما تصنعوا سلام بين أنفسكم ومع ربكم ومع اللي بتحبوهم ومع كل الناس اللي حواليكم لأنه هيك بتستمر البشرية وهيك بعم السلام الأرض. شكرا لكم الليلة ولمتابعتكم وبتشكر ضيوفنا أكيد كم مرة ونهى زميلتي أيضا في قناة كنار وأيضا كل أكيب قناة كنار بعيد عليكم واحد واحد وإن شاء الله ربي كل أيامكم أعياد مجيدي. شكرا لكم الليلة ميري كريسماس وإن شاء الله بنلتقي بحلقة جديدة الأسبوع الجاي ولنحكي عن رأس السنة كمان فتصبحوا على ألف خير وشكرا لمتابعتكم ميلاد مجيد ميلاد مجيد ميري كريسماس للجميع كل سنة وانتم سالمين الله معكم